بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بدأ الله سبحانه وتعالى أولاً في هذه الآية الكريمة بحصر الإنزال، إنزال الكتاب، بحيث بيّن أن منزله هو الله سبحانه وتعالى. فتعريف المسند والمسند إليه من دلائل الحصر على أن الإنزال نفسه ولو لم يأتي بصيغة الحصر لا يكون إلا من الله سبحانه. فالله تعالى لم يعبر هنا بقوله آتاك الكتاب، وإنما قال أنزل عليك الكتاب، إذ الإنزال إنما هو بمعنى الوحي، والوحي الذي يلقى على الأنبياء عليهم السلام لا يكون إلا من قبله تبارك وتعالى. وجيء بالجار والمجرور، وهو قوله عليك قبل ذكر المفعول به وهو الكتاب، وذلك من أجل العناية به صلوات الله وسلامه عليه، فإن في هذا ما يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو بمسمع ومرأة من الله تبارك وتعالى، وأن هذا الوحي الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه إنما هو تشريف له. ثم في ذلك تشويق إلى معرفة المنزل، فقد كان ذكر الجار والمجرور من قبل ذكره مع كون الكتاب حرياً بأن يذكر من قبل، كان في ذلك ما لا يخفى من التشويق للمستمعين حتى يدركوا عظم هذا الكتاب. ثم من ناحية أخرى يترتب على ذلك، أي ذكر الكتاب مؤخراً، أن يليه على الفور تقسيمه إلى محكم ومتشابه. وهذه الآية الكريمة كما ذكرنا في الدرس الماضي فيها رد على نصارى نجران وشبهتهم، وذلك أنهم حاولوا أن يلقوا الشبهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألوه عن المسيح: ألا تقول فيه بأنه كلمة من الله وروح منه؟ فلما أجاب بنعم قالوا له حسبنا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل دعواهم وأن يدحض شبهتهم ببيان أن ذلك ليس هو بحال من الأحوال، دليلاً على ما يدعون. فالكتاب المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه المحكم والمتشابه،
ووصف المسيح عليه السلام بأنه كلمة من الله وروح منه إنما هو من قسم المتشابه، والمتشابه إنما يستدل على معناه بالمحكم. وقد جاءت النصوص القاطعة دالة على أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، إنما الله إله واحد، وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تعطل هذه النصوص المحكمة، ويؤخذ بذلك المتشابه، وإنما يؤخذ بالمحكم ويرد إليه المتشابه. وأن في الكتاب هنا إنما هي للأحد، والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، بهذه الكيفية، بحيث كان منه المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات. الجار والمجرور هنا أي منه متعلقان، بمحذوف هو خبر المبتدأ، وقوله آيات هو مبتدأ مؤخر، وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة، وإن ذهب من ذهب إلى غيره نظراً إلى ما تقتضيه جزالة الكلام حسب ما قيل. منه آيات محكمات، من ضمن هذا الكتاب آيات أحكمت وأخر متشابهات، وآيات أخرى متشابهة. والأصل في الإحكام أنه بمعنى الإتقان، بل قيل بأن أصله بمعنى المنع، لأن المتقن يمنع من تسرب الخلل إليه. فالبنيان المحكم هو البنيان الذي أحسن صنعه وأحكم وضعه، فصارت لبناته يشد بعضها بعضاً حتى تمنع من تسرب أي خلل إليها، فلا ينفذ منه إلى ما هو بداخله. هذا هو البنيان المحكم. ومن شواهد مجيء الإحكام بمعنى المنع قول جرير أبني حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا، أي امنعوا سفهاءكم من التهور. ومنه الحكم، فإن الحكم يمنع من الظلم عندما يكون عادلاً. وكذلك الحكمة، إذ الحكمة تمنع من التهور. ومنه حكمة الفرس، وهي لجامه التي تمنعه من الاضطراب. وقد استعمل الإحكام بمعنى الإتقان، فالشيء المتقن يعبر عنه بأنه محكم. أما التشابه فهو من الشبه، وذلك لأن الأشياء عندما يشبه بعضها بعضاً، يلتبس بعضها ببعض، فلذلك سمي الإشكال تشابها.
فإذا حصل لبس بين أمرين قيل إنهما متشابهان، ولو لم يكن منشأ هذا اللبس شبها بينهما، ولكن أصبحت هذه حقيقة عرفية أو أن ذلك مجاز مشهور. ومثله الإشكال، فإن الأصل في الإشكال أن يكون الشيء على شكل أخيه، إذ الأشكال يلتبس بعضها ببعض. ولكن أطلق الإشكال على كل لبس، ولو لم يكن منشأ هذا اللبس كون أحد الشيئين مشابها للآخر أو مشاكلا له. ومجيء التشابه بمعنى الالتباس أمر معهود في كلام العرب، وفي القرآن الكريم وحديث الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم شواهد على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يحكي مقالة بني إسرائيل: إن البقرة تشابه علينا، أي التبس علينا. وكذلك نجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فالمتشابهات هنا هي الملتبسات، سميت متشابهات لالتباسها، لأن منشأ الالتباس غالبا هو ما يحصل من شبه الأمور بعضها ببعض. والقرآن الكريم كله يوصف بالإحكام، فالله سبحانه وتعالى يقول في فاتحة سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فالقرآن كله محكم. وكذلك تكرر وصف القرآن في آياته بالحكيم، أي بمعنى المحكم، وهو أيضاً كله متشابه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: نزل عليك كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. ولكن وصف القرآن الكريم في مجمله بأنه محكم، ووصفه أيضا في مجمله بأنه متشابه، لا يعني ما هنا من تقسيمه إلى محكم ومتشابه. فوصفه جميعا بأنه محكم، ووصفه جميعا بأنه متشابه، إنما ذلك باعتبارات أخرى غير هذا الاعتبار الذي هو هنا، وهو منشأ هذا التقسيم إلى كونه محكما ومتشابها. فالقرآن الكريم كله محكم باعتبار أنه جميعا محكم اللفظ، فهو في ذروة البلاغة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يسري إليه شيء من الخلل قط، فهو بهذا الاعتبار كله محكم. وكذلك من حيث كون كلماته انتقيت انتقاء عجيبا، وحروفه رتبت
ترتيبا لا يمكن أن يرقى إليه ترتيب هذه الحروف نفسها في أي كلام من غير كلام الله سبحانه وتعالى. وبجانب ذلك فإن معانيه متآخية، يأخذ بعضها بحجزة بعض، ومع ذلك كله لا يوجد فيه شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. فالقرآن بهذا الاعتبار هو بأسره محكم. أما كونه أيضاً جميعاً متشابهاً فهو من حيث إنه يشبه بعضه بعضاً في سلاسة الأسلوب ومتانة التركيب وحسن العبارة وجمال الطلاوة، فهو ليس فيه ما يعاب من حيث بلاغته ومن حيث تأثيره على النفوس، ولا يقال بأن هذه الجملة فيه أبلغ من تلك، بل جمله كلها متراصفة، كلها متآخية، كلها في ذروة البلاغة التي تفوت ملكات البشر جميعاً. هذا هو التشابه المراد في قوله سبحانه وتعالى كتاباً متشابهاً. وأما الإحكام الذي هو في قوله سبحانه كتاب أحكمت آياته فهو بذلك المعنى أيضا، وهذا غير المراد في قوله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إذ هذا الإحكام هنا هو بمعنى آخر، وكذلك التشابه المذكور هنا هو بمعنى آخر. والإحكام كما قلنا هنا إنما يراد به كونه أتقن من حيث إن دلالته أصبحت دلالة واضحة جلية لا يمكن أن يلتبس فيها الأمر. أما التشابه فهو أن يكون في دلالته شيء من الغموض. وقد اختلف أهل العلم في تحديد المتشابه والمحكم اختلافاً كثيراً. منهم من قال بأن المتشابه هو المنسوخ والمحكم هو الناسخ، وهذا القول مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد نسب كذلك إلى الثوري والشعبي، ونسب إلى ابن عباس على أن المروي عن ابن عباس في ذلك أن المحكم من القرآن الكريم هو حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. أما المتشابه فمقدمه ومؤخره وأقسامه وأمثاله ومنسوخه وما يؤمن به ولا يعمل به.
وقد حمل كلامه هذا صاحب المنار على أن المراد به أن المحكم من قسم الإنشاء، وهذا لا يتبين، فإن كثيراً من الإنشاءات الموجودة في القرآن الكريم تخرج عن حدود ما ذكر. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المحكم من القرآن الكريم هو الثلاث الآيات التي في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى تمام الآيات الثلاث، وقوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الآيات، فإن هذا هو المحكم. وحمل ذلك كثير من العلماء على أنه قصد به التمثيل فقط، وشرح ذلك بعضهم على أن مراده بالمحكم ما كان من الثوابت التي لا يتطرق إليها بحال من الأحوال التغيير في كل الشرائع، بخلاف ما يتطرق إليه التغيير، فذلك لا يعد من المحكمات. وروي عن محمد بن جعفر بن عن محمد بن جعفر بن الزبير أن المحكم هو حجة الله، هو حجة الرب وعصمة العباد، وهو ما كان لا يصرف ولا يحرف. وأما المتشابه فهو ما يصرف ويحرف ويؤول. وفسر هذا القول بأن مراد قائله به أن المحكم هو ما كان نصي الدلالة وما كان غير نصي الدلالة، سواء كان من الظاهر أي ما كانت دلالته ظاهرة أو كان خفي الدلالة، فهو مما يعد من المتشابه. وروي عن مجاهد أن المحكم هو الحلال والحرام، أن المحكم هو الحلال والحرام، أما المتشابه فهو ما كان من نحو قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مما كان ثناء على المؤمنين أو كان ذمًا للمشركين. وفسر صاحب المنار ذلك بأن مراده أن المحكم أن غير المحكم وهو المتشابه هو ما كان
من جنس المبهم أو العام أو المطلق، وأن ذلك مما يدخل في الإنشاء. وهذا كلام يقتضي العجب، فإن المطلق لا يقرن بالمبهم، إذ المطلق واضح الدلالة، بل المحققون من الأصوليين أن المطلق هو من قسم الخاص، والخاص هو قطعي الدلالة، وإن كان يرد عليه التقييد، إلا أن دلالته ليست كدلالة العام، فدلالة العام ظنية، ودلالة المطلق لكونه من جنس الخاص دلالة قطعية. وذهب أبو عثمان فيما ذكر جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية والقرطبي وأبو حيان، أن المحكم إنما هو فاتحة الكتاب، وحكوا عن محمد بن الفضل أن المحكم سورة الإخلاص، لأن كل ما فيها إنما هو توحيد لله تبارك وتعالى. والظاهر أن كل واحد من الاثنين إنما قصد بما قاله ضرب المثل للحصر. فسورة الإخلاص لا ريب في أحكامها، ولكن لا يعني أن المحكم انحصر فيها، إذ في آيات القرآن الكريم نظائر لسورة الإخلاص، كآية الكرسي وخواتم سورة الحشر وغيرها، فكيف ينحصر الإحكام في ما جاء في سورة الإخلاص وحدها مع اعتبار هذه النظائر لا تعطى هذا الحكم، حكم الإحكام. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن المحكم ما كان على وتيرة واحدة، وأن المتشابه ما اختلفت ألفاظه واتفق معناه، نحو قول الله سبحانه وتعالى فإذا هي حية تسعى، مع قوله فإذا هي ثعبان مبين، وكذلك قوله سبحانه وتعالى أسلك يدك في جيبك، مع قوله في آية أخرى أدخل يدك في جيبك، وكذلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، مع مجيء العبارة في آية أخرى احمل بدلا من اسلك. قالوا بأن هذا هو التشابه، ولكن هذا بعيد كل البعد عن دلالة الآية، إذ ذلك لا يؤدي بأي حال إلى ضلال، وليس هو مما تخفى عبارته حتى يقال بأنه من المتشابه. نعم هو متشابه بالمعنى اللغوي الأصلي، وهو أن بين هذا وذاك شبهاً من حيث المعنى، مع الاختلاف في العبارة، ولكن لا يعني ذلك أن هذا هو التشابه المراد هنا في اصطلاح
هذه الآية الكريمة، بل التشابه هنا شيء آخر، والإحكام كذلك ليس هو ما خرج عن هذه الدلالة، بل هو معنى آخر. وحكى صاحب المنار عن ابن تيمية أنه قال بأن المتشابه آيات الصفات، أي صفات الله، وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. نعم، الكثير الكثير من آيات القرآن الكريم التي ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى لا بد من التوقف معها بحيث ترد معانيها إلى معاني الآيات المحكمات، على أن ابن تيمية الذي قال هذا القول هو نفسه يجري تلك الآيات على ظواهرها ويبالغ في الإنكار على من تأولها حتى تتفق مع الآيات المحكمات. ليست كل آيات الصفات متشابهة، بل كثير من آيات صفات الله سبحانه وتعالى هي متقنة، هي محكمة. فقول الله سبحانه وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كله من المحكمات. كذلك سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرها من الآيات الكثيرة التي وصفت الله سبحانه وتعالى بالصفات التي لا تقبل الجدل بحال من الأحوال، لأن النصوص القطعية التي لا تقبل التأويل تدل عليها، وكذلك دلائل العقل مؤكدة لهذه الدلالة، فلا يمكن أن يقال بأن هذه الآيات هي آيات متشابهات. نعم، الآيات المتشابهات التي إن أجريت حسب ظواهرها كان في ذلك ما يوهب تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، فلا ريب أنه يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وذلك هو الأخذ بدلالة القرآن الكريم من غير تفريق بين شيء وآخر، بل يؤخذ بدلالة هذا النص القطعي ويحمل عليه ما كان يوهم خلافه حملا لألفاظ القرآن على ما تقتضيه قواعد الكلام العربي من حمله على حقيقته عندما لا تكون هنالك قرينة تصرفه عن الحقيقة، وحمله على مجازه عندما تكون هنالك قرينة صارفة عن الحقيقة إلى المجاز. وقيل بأن المتشابه هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
كميقات قيام الساعة، أي ميقات النفخة الأولى وكذلك النفخة الثانية وخروج الناس من قبورهم، فإن ذلك أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال بأن المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه ما كان غير معقول المعنى. وعلى هذا فالمحكم التعبدات التي ظهرت حكمتها، أما التشابه فهو في الأمور التي لا تعقل حكمتها، ككون صلاة الظهر 4 ركعات وكذلك العصر والعشاء، وكون المغرب 3 ركعات وكون الفجر 2 ركعات، وجعل مواقيت الصلاة بهذا القدر، وجعل الصلوات 5 لا دون ذلك ولا أكثر من ذلك، وكذلك كون الصيام المفروض في شهر رمضان لا في غيره من الشهور، فذلك من التشابه على رأي من قال هذا القول. ومنهم من جعل التشابه إنما هو فيما يحتمل معنى آخر احتمالا غير المعنى الظاهر احتمالا راجحا، وكذلك ما كان بحاجة إلى التأويل. قالوا إن هذا هو المتشابه. وأما النصي الدلالة والظاهر الذي يحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا فليس هذا من المتشابه، وإنما هو من المحكم على هذا الرأي، وهذا الذي يقتضيه كلام الفخر. فالمحكم عنده إنما هو النص حسب اصطلاح أهل الأصول والظاهر، وأما ما خفيت دلالته فذلك هو المتشابه، سواء كان مؤولا تأويلا بحيث يصرف عن ظاهر عن دلالة ظاهر لفظه، أو كان معناه غامضا، وذلك المجمل الذي يحتاج إلى بيان بدليل آخر، سواء كان الإجمال أتاه من قبل الاشتراك في اللفظ كالقرء الذي يطلق على الطهر وعلى الحيض، أو كان لبقية الأسباب بحيث جيء باللفظ غير موضح. وحكى الفخر الرازي عن الأصم أن المحكم إنما هو ما لا يحتاج إلى تأمل ونظر، وتلك هي الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته. أما المتشابه فهو ما كان بحاجة إلى نظر وتأمل، وتلك هي الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة من في القبور، فإن ذلك أي
الوصول إلى حقيقة هذا الشيء يتوقف على النظر في المقدمات التي توصل إلى النتائج من ذلك النظر، بأن الله تعالى خلق هذا الكون وأبدعه، فالذي أنشأه هذه النشأة الأولى قادر على أن ينشئ النشأة الثانية، وليست الثانية بأعظم من الأولى التي لم يسبقها وجود. هذا هو رأي الأصم، ولكن تعقبه الفخر بما ينبغي أن يرجع إليه. والقول الفيصل في هذا أن التشابه هو بسبب خفاء الدلالة، والإحكام إنما هو بسبب وضوح الدلالة، فالمحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما خفيت دلالته. ولخفاء هذه الدلالة سببان: إما أن يكون في هذه الآيات المتشابهة ما يوهم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، وذلك بأن تأتي منه آيات ليست وفق الآيات المنزهة لله سبحانه وتعالى حسب ظواهرها، وليست هي وفق ما تقتضيه الأدلة العقلية، وذلك نحو قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وكذلك قوله: نسوا الله فنسيهم. ومثله تجري بأعيننا، كل شيء هالك إلا وجهه، بل يداه مبسوطتان. أما المحكم فهو نحو قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. ونجد أن الطوائف المختلفة احتدم الصراع بينها فيما يتعلق بالمتشابهات والمحكمات، فكل طائفة تدعي أن الأدلة التي تستند إليها في معتقداتها وأصولها هي المحكمات، وأن الأدلة التي يستند إليها خصومها هي المتشابهات. فنجد الصراع مثلا بين المعتزلة وغيرهم في استقلال إرادة الإنسان بإيجاد فعله استقلالا تاما. المعتزلة يقولون بذلك، وكذلك من وافقهم، وسائر الأمة تقول بأن مشيئة الإنسان مقيدة بمشيئة الله سبحانه. فالمعتزلة يجعلون قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله متشابها، وقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر محكما. وكذلك من نحى نحوهم كالشيعة الزيدية والشيعة الإمامية. أما سائر الأمة فإنها تجعل قول الله تبارك وتعالى
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من باب المتشابه. كيف؟ والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء فضلا عن أن يأمر بالكفر، ويجعلون قول الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله من باب المحكم. وهكذا الأدلة التي تدل على خلق الأفعال هي محكمة عندنا، وهي متشابهة عند المعتزلة، أي التي تدل على أن أفعال الإنسان مخلوقة لله تعالى، لا يستقل الإنسان بإيجادها استقلالاً تاماً، بل الحق التوسط بين القدر والجبر، بين القدرية والجبرية. فالله سبحانه وتعالى يوجد هذه الأفعال، ولكن يكتسبها العبد، أي الخلق من الله والكسب من العبد. وبهذا يجمع بين ما تشبث به أهل الجبر وما تشبث به أهل القدر، الذين قالوا بهذا القول والذين قالوا بنقيضه. بهذا يجمع ما بين هذا وذاك. وكذلك مما يقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى أن ينزه الله عز وجل عن الأمر بأي معصية، فإذا قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ومن باب المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما خفاء المعنى الذي يكون من غير هذا الوجه، فهو الذي يكون بسبب إجمال اللفظ، فالمجمل يعد من قسم المتشابه، والمجمل يبين، سواء ما يبين بالأدلة العقلية كالآيات المتعلقة بجانب العقيدة التي جاءت أدلة العقل مبينة لإجمالها، وذلك نحو قول الله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذ بيّن هذا الإجمال الذي في الآية الكريمة العقل. وما كان بيانه من جهة النقل كبيان الكتاب بالكتاب وبالسنة، وبيان السنة أيضاً بالكتاب وبالسنة، وعندما يأتي البيان ليوضح الإجمال لا يكون عندئذ المجمل متشابهاً، بل يكتسب الإحكام من ذلك البيان، يزول التشابه بسبب ذلك البيان هذا. والله سبحانه وتعالى قال هنا في الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أي الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والمقصود بالأمومة هنا الكناية عن كونها الأصل الذي ترد إليه المتشابهات،
فالآيات الكريمة المحكمات هن أصل الكتاب، لأن دلالتها جاءت واضحة وضوحا لا غبار عليه. وبسبب هذا الوضوح البين صارت هذه الآيات أصلا للكتاب، لأنها جاءت بهداية الكتاب هداية واضحة جلية لا يعتريها الشك من أي حال من الأحوال. وفي هذا إشارة إلى أن الآيات المتشابهات إنما هي آيات تعد فروعا بالنسبة إلى هذه الآيات المحكمات، فيؤخذ بالمحكم ويرد إليه المتشابه، وليس في ذلك شيء من التناقض قط. فليس بين المراد بالمحكم والمراد بالمتشابه أي تناقض، وإنما يلزم التناقض عندما يجرى ذلك المتشابه على ظاهره من غير أن يحمل على المعنى الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى. وإن عجب أحد فإنه يعجب مما قاله ابن كثير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات، مع هن أم الكتاب، في تفسير قوله هن أم الكتاب مع قوله وأخر متشابهات. فإنه ذهب إلى ما ذهبنا إليه من كون هذه الآيات المحكمات هي الآيات التي جاءت واضحة الدلالة، وأنها أصل الكتاب، وأن كونها أصل الكتاب يقتضي رد المتشابهات إليها. وقول في قوله سبحانه وتعالى ومنه وأخر متشابهات، فإنه قال في قوله وأخر متشابهات بأن الآيات المتشابهات هي الآيات التي توهم التشبيه فترد إلى الأصل إلى الآيات المحكمات. يعجب من كلامه هذا مع كونه نحى منحى الذين يرفضون التأويل للآيات المتشابهات، وهي التي توهم التشبيه ظواهرها فأجراها بحسب هذه الظواهر في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فذلك أمر يقتضي العجب. وقوله سبحانه وأخر متشابهات، الأخر جمع أخرى، والأخرى فعلى على وزن فعلى مؤنث آخر، وأصل الآخر آخر، فكأنه تفضيل للشيء في التأخر، أي جاء متأخرا جدا ففضل، أي زاد في هذه الصفة صفة الآخرية. ثم بعد ذلك أطلق هذا على كل ما يغاير الشيء المذكور أولا، فكان المذكور ثانيا بعدما ذكر أولا آخر، أي أكثر ما يكون تأخرا عنه، لأنه هو بمنع عنه وبجانب منه، إذ ليس هو منه في شيء. ومن أجل هذا منعت كلمة أخر من الصرف كما هنا، فلا تصرف كما لا تصرف مفرداتها، وذلك من أجل الوصفية
ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى الرشد والتوفيق والتسديد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.